مرحبا بطلابنا في مادة التربية الفنية للمرحلة الابتدائية في دولة الكويت. اليوم عندي لكم قصة مشوقة، ولكن بالبداية هناك أصدقاء معنا في القصة نود أن نتعرف عليهم، مريم وأحمد من الصف الثاني. في رحلة عائلية إلى مزرعة من مزارع الكويت الجميلة، مزرعة البحيرة الزرقاء، اختارت مريم فستان جميل منقط باللون الأبيض، ولبس أحمد قبعة تميزت بعدة نقاط. وفي الطريق شاهدنا أبراج الكويت وفيها نقاط بأحجام مختلفة بتدرج اللون الأزرق، ولفت انتباه أحمد النقطة الحمراء والخضراء الكبيرة في إشارة المرور. وكذلك شاهدنا استاد جابر الرياضي ويحتوي أيضا على عدة نقاط. وعند وصولهم إلى المزرعة رأينا مجموعة من الأزهار التي تحتوي على نقاط، وكذلك الفواكه المتنوعة التي تحتوي على مجموعة من النقاط مثل الذرة والرمان والفراولة. وشاهد أحمد الفراشات والحيوانات المنقطة، وقضت العائلة يوم جميل. وفي طريق العودة تذكرت مريم درس النقطة في حصة التربية الفنية، وأن النقطة هي بداية لكل الخطوط، ومن النقطة نكون العناصر المختلفة. فكرت في رسم الذرة. خلونا نشوف مع بعض تمرين تثبيت المعرفة بخطوات رسم الذرة من خلال النقطة. نحتاج إلى ورقة بيضاء صغيرة والأشياء المتوفرة في المنزل مثل فرشاة الأسنان، فرش التلوين، ألعاب فيها شكل النقطة، ممكن استخدام بقايا شاي للتلوين، ألوان مائية، أقلام للتلوين المتوفرة في المنزل. نبدأ أول شيء باستخدام الفرشاة الأسنان لإعطاء تأثير النقطة، وممكن استخدام الألعاب بالتنقيط. بعدما جفت الألوان نرسم شكل الذرة بالقلم الرصاص ونلونها بأحجام من النقطة صغيرة وكبيرة. مريم وأحمد يحتاجون إلى أدوات وخامات لرسم اللوحة. بحثت بالمنزل على الخامات للتنفيذ. وجدت مريم أعواد القطن، أشكال من الألعاب تحتوي على النقطة، واستعان أحمد بأقلام الألوان وببقايا الشاي للتلوين. عزيزي الطالب، ابحث عن خامات بديلة متوفرة بالمنزل للدرس القادم. الدرس الثاني ينتج. السلام عليكم طلابنا الأعزاء. في الدرس السابق تكلمنا عن رحلة مريم وأحمد في مزرعة البحيرة الزرقاء بالعبدلي في الكويت. ماذا شاهد أحمد ومريم في المزرعة؟ شاهدوا الذرة، فراولة، شجرة، أحد الحيوانات المنقطة الموجودة في المزرعة. اليوم سنقوم برسم لوحة فنية بالخامات اللي وجدها أحمد ومريم بالمنزل، مثل أعواد القطن، أقلام التلوين، بقايا الشاي والقهوة، أي ورقة موجودة بالمنزل. بالخامات الموجودة ارسم لوحة فنية عن رحلة أحمد ومريم بالمزرعة. خلونا نشوف خطوات رسم اللوحة. هكذا تعلمنا أن النقطة هي بداية رسم كل عنصر، وأن النقاط مختلفة في أحجامها، هناك نقطة كبيرة وهناك نقطة صغيرة. كل طالب يرسم لوحة فنية عن رحلة إلى المزرعة، ونشوف أعمالكم في الدرس القادم إن شاء الله. الدرس الثالث يميز ويقارن. صباح الخير طلابنا الأعزاء. اليوم بعد ما شفنا لوحاتكم الحلوة وأفكاركم الجميلة، راح أكلمكم عن فنان كويتي استخدم النقطة في لوحاته الفنية، الفنان أيوب حسين. تميزت لوحاته الفنية بجمال التراث الكويتي البسيط. وبعد اليوم بعرض عليكم لوحات ورسمات طلاب مثلكم من الصف الثاني، تميزت لوحاتهم بأفكار جميلة بالنقطة. خلونا نفكر بمكان حلو بالبيت نقدر نعرض فيه لوحتنا الجميلة. وفي الختام إن شاء الله نكون قد استمتعنا بالعمل الفني. مع تحيات توجيه الفني للتربية الفنية بالتعليم الخاص والنوعي.